يعني حاجة يعني ما حصلش، قصدي في خلال مباريات الأهلي وحرس الحدود بعض من المجاملات أو بعض من يعني زي ما بيقول يعني بيبقى منحاز للنادي الأهلي شوية. يعني لا، هو ممكن بيحجم الماتش، ممكن بمعنى بيحجم الماتش، يعني ان هو المتفرجين معانا عايزين يفهموا معنى كلمه بيحجم الماتش. يعني ممكن بيحجم الماتش، ممكن بيلاقيك انت مثلا فرقه فايقه وراكبه على النادي الاهلي، ممكن بيخليك انت مثلا فاولات ممكن ملهاش لازمه، بيدي النادي الاهلي فاولات على في اماكن مؤثره، وقت ضايع بيبقى وقت ضايع مثلا بيبقى كبير، ممكن اي حاجه او اي تلكيكه ممكن بتبقى تحسب لضرب الجزاء. انا كنا بنلعب مره النادي الاهلي في استاد الحرس الحدود في الماكس، كنا متعادلين مع النادي الاهلي 1-1 وخلاص الماتش يعتبر بيفنش، دي واقعه، دي واقعه شهيره يعني. طيب احنا هنقف عند كلامنا وهنكمله. معانا الكابتن محمود. الو كابتن محمود. كابتن محمود ابو الدهب طبعا نجم النادي الاهلي السابق. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك، ربنا يخليك. منورنا كابتن احمد، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا كابتن مصر، ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. يا ابو حميد وحشني يا حبيبي. وحضرتك كمان يا كابتن، ربنا يخلي حضرتك. حبيبك كابتن محمود، راي حضرتك في مباراه القمه القادمه، شايف مين الافضل وراي حضرتك عموما في المباراه القادمه؟ يعني خليني اقول لك، انا اتمنى ان احنا نشاهد مباراه قويه ومباراه تليق بسمعه الناديين دايما. مباراه النادي الاهلي والزمالك يعني نتمنى ان احنا نشارك مباراه قويه، لان المباراه بتجمع يعني فيهم نجوم كبار جدا قوام المنتخب المصري. المباراه دي هتبقى لها طابع خاص، ان النادي الاهلي عاوز يحصل البناط والزمالك عاوز يحافظ على فرق البناط، فاكيد المباراه تبقى قويه ومفتوحه من الفرقتين. اتمنى ان شاء الله نشاهد مباراه قويه تليق بسمعه الناديين طبعا. تمام. حضرتك شايف ان قياده الكابتن موسيماني للنادي الاهلي الفتره السابقه كانت كويسه؟ يعني خليني اقول لك، النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه جدا، خصوصا انه عنده اصابات كبيره جدا، عنده يعني غياب علي معلول، وده من الباكات ليفت اللعيبه الكويسه جدا، اصابه محمود متولي، اصابه حمدي فتحي، لكن النادي الاهلي دايما ما بيقفش على لعيب، ولا الاهلي ولا الزمالك، فاعتقد ان احسن فرقتين موجودين في مصر وفرقتين قويه. اتمنى ان شاء الله ان موسيماني يقف على تشكيل اقرب للفوز طبعا. طيب تقييم حضرتك لموسيماني خلال الفتره الماضيه؟ يعني خليني اقول لك ان التقييم يعني مش انا اللي اقيم موسيماني، لكن احنا شايفينه والجماهير شايفه، واكيد الكابتن احمد عارف، النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه جدا، سوء مستوى، تذبذب المستوى، يعني في انعدام روح الفتره اللي فاتت، لكن شفناها رجعت الروح للنادي الاهلي في مباراه الاتحاد وعمل مباراه قويه جدا. ودايما احنا بنقول النادي الاهلي لما بيلعب بفرودين طبعا بتفرق معاه بشكل كبير جدا يعني. تمام. توقعات حضرتك يا كابتن؟ لا بص، يعني دايما الناس يعني المباراه دي ما لهاش توقعات، يعني خير دليل يعني المباراه اللي فاتت، يعني حضرتك قول لنا كده كتوقع. يعني انا توقع هي هتنتهي بفوز، انا اتمنى طبعا النادي الاهلي يفوز، لكن في برضه مش عايز اقول يعني، لو انت حضرتك لو سالت اي حد زملكاوي يقول لك اتمنى الزمالك يكسب، لو سالت اهلاوي يقول لك الاهلي يكسب، لكن هو المباراه دي بالذات ما بتخضعش للتوقعات يعني. تمام. اخر سؤال، حضرتك شايف مين يبقى جدير بالذكر ان هو يحكم المباراه، فهيم عمر ولا فهيم عمر؟ مين عمر؟ انا اسف انا اسف، احنا عشان نتكلم عن الماتشات القديمه، مين اللي الاقدر ان هو يدير المباراه الاهلي والزمالك القادمه؟ لا خليني اقول لك ان طول ما اللعيبه ملتزمه وملتزمه بالقرارات وملتزمه بالتحكيم المصري، احنا عندنا حكام كويسين جدا، واتمنى ان التحكيم الفترة اللي فاتت الكلام كتر عليه، لكن احنا عندنا محمود البنا ادار المباراة رائع. يعني حضرتك شايف ان التحكيم المصري في مصر عندنا بخير ومش طبعا التحكيم المصري بخير، عندنا حكام كبار جدا، عندنا حكام يعني تستاهل ان هي تحكم مباراة الاهلي والزمالك. اتمنى في محمود عاشور، في محمود البنا، في محمد الحنفي، اتمنى ان شاء الله اي حكم مصري يحكم المباراة، اكيد هيبقى جدير بان هو يليق باسم سمعة مصر يعني.